السلام عليكم الدراري. دونك هذاك لو بارطاج ديال الصباح درتو بالعانين، هذاك ديال الفطور ديال داك الدوش والحمام. ملي كنت بالضبط في هذيك البلاصه ديال الحمام، كنت قلت انا تهضرت مع كريم. خاص تعرف بانه انا واحد الوقيته كنت في الخيريه ديال تيزنيت. الفطور عندنا كانوا كيعطيونا ربع خبزه، هذوك الدواره كتقسموا على اربعه، كيعطيك ربع خبزه وكونفيتير وكاس ديال بحال كتشبه القهوه، ولكن ماشي قهوه. هذاك الربع كيجي قليل حيت خاصك تدوز به من الصباح حتى الغدا حتى ل 12 عاوتاني. دونك انا كنت نفيق بكري وكندير شي فوطه على وجهي باش ما يعرفنيش الاخر، ونمشي نفطر ونمشي كنجيب معايا فطور وكنحطو وكنمشي للناس حتى تقرب عاوتاني يقربوا يسدوا، كنقول زعما يقدر يكون تشونجا هذاك السيد اللي كاين تما، ونرجع عاوتاني باش نفطر باش تجيني نص خبزه. وشي مرات ما كيخلينيش، شي مرات كيدير زعما كيميك. البلان الاخر ديال الدوش انا عاودها لكم، والله الا دابا شحال من واحد صحابو غير كنضحك ولا بالعاني ولا غير كنكذب. الدوش كنا باش ندوشو كنمشيو كنجمعو هذوك الحكاك ديال الكونفيتير، هذوك ديال الجالوق الكبار ديال الحديد، كنجيبوهم من المزباله فين كيلوحوهم هما، كنمشيو كنجيبوهم. كنجيبو مثلا اربعه وكنغسلوهم ما بارد، وكنديروا جوج كنشدوا بهم الباب ديال الطواليت حيت تما فين كندوشوا حاجاتكم، وجوج كنديروا فيهم ما بارد باش كندوشوا. هذا هو الدوش ديالنا وهذاك هو الفطور ديالنا. العبره هي انه مهما كنت دابا اي شنو هي لا سيتوياسيون ديالك، ان شاء الله باذن الله بيان سور كل واحد ورزق ديالو وبالخدمه ديالك ان شاء الله تقدر توصل ابعد ما كنت كتخيلوا في الحياه ديالك اطلاقا يعني. دونك غير ثقوا في راسكم وثقوا في اللي خلقكم. ديما كنقول هاد الثقه، ثق في انه الله يقدر يعطيك بزاف. انا ما عمرني كنت كنتصور في الحياه ديالي غادي نوصل داكشي اللي وصلت ليه دابا الحمد لله. راه قمه الطموح ديالنا ملي كنا كنقراو هي نشدو 4000 درهم. وكان الدري صاحبي الهاشم تملك بحق بعقلي بحال البارح، كنا كنقراو في لوستي ديال كازا وخارجين غادي للتكساس باش نجيبو، كنا كنجيبو درهم ديال العدس ولا درهم ديال الرز وكنطيبوه باش كنتعشى، وكنهضرو وكنقول ليه الساطني لي غنوليو نشدو 4000 درهم دابا ملي غنتخرجوا اش غنديرو ب 4000 درهم كلها. غادير هادي غادير هادا غادير، فهمتيني؟ 4000 درهم كانت كتجيني راه بزاف ديال الفلوس. دابا 4000 درهم راه كتجيك بحال 40 دولار ولا كتجيك بحال 4 دولار، فهمتيني؟ دونك راه السقف ديال الطموح ديالك ما خصكش تحطو. يفو بيان سور خاص ضروري الواحد يمشي ستيب باي ستيب، درجة بدرجة، فهمتيني؟ هذيك 4000 درهم راه درجة، دابا انت اللي تحت الصفر ولا الصفر، الدرجة الأولى ديالك هي مثلا دير 5000 درهم في الشهر، مايمكنش من هذيك من البوزيسيون ديال والو. حنا ما عمرني ما كنت كنتخايل مليون دولار كيفاش دايرة كاع، فهمتيني؟ ما كنتخايلهاش، ما عمرني ما كنت كنتخايل غيكون عندي موبل ولا غتكون عندي دار كاع نشريها، فهمتيني؟ راه داك الشيء راه ما كانش في المخيلة ديالي. وكيف شي غير سير ايطاب بار ايطاب. 4000 درهم واحد شويه بقيت نقول خصني نوصل ل 10000 درهم، كيفاش غندير؟ خصني نقرا، غادي نخدم خدمه اخرى. واحد الوقيته كنت وصلت للمغرب في 14000 درهم، وديك الساعه 14000 درهم كتجيني عاوتاني كنقول بزاف ديال الفلوس، كنقول يمكن انا احسن واحد كيتخلص زعما مهندس في المغرب. ولكن من بعد كتلقى بانه راه مليون ونص كاين اللي كيتخلصها في النهار، فهمتيني؟ كيدير شي حاجه اكس، عنده واحد ليكسبيرتيز مثلا داتابيز ادمنستريتور ولا شي حاجه، يقدر تخلص مليون في النهار. وكتبدا تكحز الطموح ديالك. من بعد ملي مشيت لكندا بديت عاوتاني بشي 30 دولار للساعة، من بعد ولا 52 دولار للساعة. دابا كان لي كنديان، راه جيت انا لدبي وقلت لهم راه غادي نمشي، وقال لي بقى خدام معانا 100 دولار للساعة، خدمت ولا ما خدمتيش، فهمتيني؟ راه 800 دولار هذيك في النهار. راه الا كنت شديتيني انايا قلتي لي جي نوريك كيفاش غادي تولي دير 800 دولار في النهار، غنقول لك عطا ما يمكنش، ما يمكنش تخيلها كاع، ما يمكنش نتخيلها. ولكن خاصك تامن بها، فهمتيني؟ واحد الوقيته كنت قلت لكم واحد الوقيته مني كنت كنقرا وكنت كنخدم في الشمال ولا كنخدم شي مرات في تماريس، كيجيو الناس كياكلوا ب 4000 درهم. تضرب 4000 درهم كنقول شيت، انا الشهريه ديالي هي 30000 ريال في الشهر ملي كنت كنسربي مثلا، كيفاش الناس كيجيو كياكلوا ب 80000 ريال؟ وكشي مرات شي واحد فيهم كنبقى فيه كيدور معايا ب 200 درهم. ولكن الصراحه يمكن الحاجه اللي كانت نفعتني انني بحال شي ما كنتش كنحسدهم ولا كنت كنقول راه شفروها ولا شي بلان، كنت كنقول
الساط هذا مغربي فهمتيني، ما لقى يكون قرا في هارفارد زعما ولا كامبريدج راه يكون غير هنايا، دونك راه سي بوسيبل بوتيت شي نهار توصل لها، ما كان ما فهمتيني ما كنتخيلهاش، ولكن كنت نقول تقدر توصل لها، تجلس تغدا حتى انت 4000 درهم، والحمد لله فتنا 4000 درهم وتغدينا في برج عرب شي 6 ولا 7000 درهم، وتقدر تغدا بكثر كاع. غير انا صراحه ما كنبارطاجيش داكشي بزاف، هاد جوج بارطاجيتهم، عجبني لوطيل صراحه، عجبني بانه خاوي، وعجبني انني تفكرت فهمتيني انه راه سي بوسيبل، راه كيما درتها انا دابا كنبان لك انايا، انا تزاديت في كازا شلح فهمتيني، تزاديت في درب السلطان، ماشي درب السلطان درب الفقراء، قريت غير في المغرب. الوالد ديالي ماشي شي وزير ولا شي حاجه، حتى هو كان كيتقاتل، الهدف ديالو في الحياه هو يقرينا، هذا هو البلان ديالو، كان كيسحبوا راه زعما الا قرينا وخدمنا راه غنديروا الفلوس فهمتيني. سي فري الحمد لله ملي قرينا وتخرجنا خدمنا مزيان، ولكن راه ماشي بالقرايه باش درنا فلوس صراحه، الحمد لله لحنا سيدي ربي في هاد لي دومين ديال الاي كوميرس وامازون وهذا، ودرنا فيه البركه اللهم لك الحمد. anyway راه كيما انا بحالك، يمكن حتى اصلك من بحال اصلي، ولا تزاديتي في شي مدينه لا علاقه، ولا تزاديتي في الوالدين ديالك، الوالد ديالي انا ربيت بيت، الوالد ديالي كان كيخدم حتى هو غير كيسربي، وصلت لهذا المستوى، راه تقدر توصل لشي مستوى اكثر مني انا كاع ان شاء الله. دونك الله يصل لكم الامور الدراري، والله المهم دابا كنشوف ستوريات واحد البلان بنت فيه الساعه، وتفكرت واحد الدري كسافو حسن تلاقيت معاه في الرياض، وقال لي ودي راه زعما كنتي طلقتيها لنا في واحد ستوريا، راه الروليكس دابا ما بقاتش كتبيع، حيت هادي رولكس، قال لك ودي راه ما بقاوش كيبيعوهم، ما بقاتش زعما ما تقدرش تمشي تكومونديرو، سي فري خاصك باش تكوموندي رولكس خاصك تكون ديجا عندك انت رولكس، وخاصك تكومونديها وتقدر تاخذ لك حتى العامين باش يوصلك الاوردر ديالك. هادي كان شراتها ليا المدام ونسيبتي، الله يجازيهم بخير، بون اوكازيون. كاينين وحدين كيبيعوا مكانات، تمشي عند ذهيبي كتاخذ عنده مكانه، هادي الثمن ديالها 9500 دولار بوغ مو سيتي اون بون افير دارو، حيت هادي جديده كدير شي 14000 دولار، ولا يمكن حتى كاع قديمه لو بغيتي تعاود فيها البيع. دونك راه ماشي مدرحه وماشي شريتها جديده، انا ما قلتش لكم شريتها جديده، انا حطيت التصويره ديالها وشكرت المدام ونسيبه ديالي. واحد الستوريه سجلتها ومشات ليا، هذاك الستوريه اللي قبل، هذاك الداخل ديال رولكس، هذيك الا كان شي واحد حريفي حيت شحال واحد كيفهم كيقول لك لا هذه راه هذا، دابا هذيك اللعيبه غيشوفها عارفه بصح واش ديال بصح ولا ماشي ديال بالعاني، واش اقل لك ديال رولكس ديال بالعاني كما كيديروا شحال ديال الناس ولا ديال بصح، فهمتيني. دونك سي سا الرولكس الا بغيتي تشريها قديمه ديها لشي ذهيبي ولا هو اللي تيحلها، ولكن من الاحسن ديها لشي واحد اخر يحلها، كيحيدوا لها الصمطه كيحلها وكيشوف كتشوف الداخل ديالها، ولا هو كيوريك يقول لك ديها ديال بصح ولا ديال بالعاني. داير ملي كنا هنا نيت ملي كنت الدوحه كانت خسرات ليا، ودخلت واحد الخاصه قالت لك ما بدلها ليا شي واحد، ومشيت مع كارني من رولكس وحطيت عليهم قادوها 10 دقائق ورجعوها ليا. دونك سي سا، الله يعين الدراري، تبقاو على خير.